لقطتنا الفنية النهاردة هتكون عن الفنانة الكبيرة الراحلة رقية إبراهيم، الفنانة التي أثير حولها جدل كبير دون الوصول إلى حقائق مؤكدة. راشيل إبراهام ليفي ولدت في 22 يونيو عام 1919 في حارة اليهود الشهيرة بالقاهرة لأسرة يهودية. بدأت حياتها بالعمل في بيع الملابس، كما كانت تعمل بالخياطة للأمراء والملوك، مما ساهم في خلق طموح بداخلها للوصول لأعلى درجات الشهرة. ورغم ولادة الفنانة رقية إبراهيم في مصر، إلا إن ولائها الأول والأخير كان لدولة إسرائيل، وظهر ذلك بشكل قوي عقب وصولها إلى أول سلالم الشهرة في فترة الأربعينات، حيث لعبت دور كبير في تشجيع يهود مصر على الهجرة لإسرائيل عقب حرب 1948 وإعلان قيام دولة إسرائيل. مشوار الفنانة رقية إبراهيم مع الفن بدأ بعد إتمام تعليمها الثانوي، إذ اعتمدت على العمل في الفرق الفنية وبدأت مع الفرق القومية المصرية، ثم انتقلت إلى فرقة زكي طليمات ليبدأ نجمها الفني في البزوغ مع أولى بطولتها لفيلم الضحايا مع الفنان الكبير الراحل زكي رستم. رقية إبراهيم هي صاحبة 19 فيلم التي تولت نجاحاتها بعد ذلك من خلال قيامها ببطولة أفلام ليلى بنت الصحراء وأولاد الذوات وسيف الجلاد ورصاصة في القلب مع النجم محمد عبد الوهاب. تعصب الفنانة رقية إبراهيم التي تزوجت من المهندس مصطفى والي ضد العرب رغم مصريتها وولائها الشديد لدولة إسرائيل ظهر في أكثر من موقف، أبرزها رفضها المشاركة في فيلم تقوم فيه بدور بدوية تخدم الجيش المصري الذي بدأ يستعد لحرب فلسطين، بالإضافة إلى رفضها رئاسة الوفد المصري في مهرجان كان لكونها يهودية، الأمر الذي أدى إلى ابتعاد الوسط الفني عنها. غادرت الفنانة رقية إبراهيم مصر عام 1954 بعد أن طلقت من زوجها وهاجرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وقد أثيرت حولها اتهامات بالضلوع في عملية اغتيال عالمة الذرة المصرية سميرة موسى عام 1952. وبالرغم من وجود كلام عن تعاون رقية مع الموساد لاغتيال سميرة موسى نتيجة رفضها عرض بالحصول على الجنسية الأمريكية والعمل في المراكز العلمية بأمريكا، إلا أن أحد لم يثبت هذا الكلام، حتى ظهرت حفيدة الممثلة المصرية مؤخرا لتأكد صحة ما قيل. ريتا ديفيد توماس حفيدة رقية إبراهيم من زوجها الأول الأمريكي اليهودي الذي تزوجته عقب هجرتها من مصر، كشفت عن أن جدتها كانت على علاقة صداقة حميمة بعلمة الذرة المصرية، وهذا من واقع مذكراتها الشخصية التي كانت تخفيها وسط كتبها القديمة في شقتها بأمريكا وتم العثور عليها منذ عامين. حفيدة الفنانة الجاسوسة أكدت أن جدتها ساهمت بشكل رئيسي في تصفية عالمة الذرة المصرية من خلال استغلال علاقة الصداقة التي كانت تجمعهم والتي كانت تسمح لها بالذهاب لمنزلها وتصويره بشكل دقيق جدا. وفي إحدى المرات استطاعت رقية والكلام على لسان حفادتها سرقة مفتاح شقة سميرة وطبعته على صابونة وأعطتها لمسؤول الموساد في مصر، وبعد أسبوع قامت رقية إبراهيم بالذهاب للعشاء مع سميرة موسى في الأوبرج، مما أتاح للموساد دخول شقة سميرة موسى وتصوير أبحاثها ومعملها الخاص. إسرائيل كانت قلقة من طموح سميرة موسى التي كانت تسعى لامتلاك مصر القنبلة الذرية وتصنعها بتكاليف بسيطة، فدفعت رقية إبراهيم لتقدم لها عرض بالحصول على الجنسية الأمريكية والإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية والعمل في معامل أمريكا. فقيدة مصر والعالم العربي سميرة موسى رفضت عرض الجاسوسة بشكل قاطع وطردتها من منزلها، فهددتها رقية إبراهيم بأن رفضها لهذا العرض سيكون له عواقب غير حميدة، وظلت تحمل ضغينة للعالمة المصرية التي لم تهتم بهذه التهديدات، ووصلت أبحاثها الأمر الذي لم يرضى الموساد الإسرائيلي وقرر تصفيتها. آخر بعثات العالمة المصرية العلمية كان عام 1952 حيث لقيت مصرعها في الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك كان في استقبالها صديقة مشتركة بينها وبين جدة ريتا التي قالت إن هذه الصديقة المشتركة هي التي أخبرت رقية إبراهيم بمواعيد سميرة وتحركتها في الولايات المتحدة. وفقا لمذكرات الفنانة رقية إبراهيم الشخصية، فإن الفنانة المصرية علمت بموعد إحدى زيارات سميرة موسى إلى إحدى المفاعلات النووية في الولايات المتحدة، فقامت بإبلاغ الموساد الإسرائيلي ليتم اغتيالها في حادث يوم
15 أغسطس عام 1952. أما الفنانة المصرية رقية إبراهيم فقد استقرت في الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك عملت بالتجارة ثم سفيرة للنوايا الحسنة لصالح إسرائيل، وحملت الجنسية الإسرائيلية وتنازلت عن الجنسية المصرية، وكونت مع زوجها اليهودي الأمريكي شركة لإنتاج الأفلام إلى أن رحلت عن عالمنا في 13 ديسمبر عام 1978.